السلام عليكم أعزائي التلاميذ في درس التربية الإسلامية، وياكم ست إسراء من المدرسة العراقية الألمانية ذي قار. درسنا لهذا اليوم في الوحدة الخامسة الدرس الثالث من الحديث الشريف تعلم القرآن وتعليمه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، خيركم من تعلم القرآن وعلمه. صدق رسول الله. هذا الحديث أو هذا الدرس يتحدث لنا عن فضل وأهمية تعليم القرآن الكريم وتعليمه. القرآن هو الكتاب الذي أنزل على رسولنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي نزل به جبرائيل وكان بأمر من الله سبحانه وتعالى. فكان رسول محمد صلى الله عليه وآله عندما ينزل عليه الملك جبرائيل بمجموعة من الآيات أو السور، كان النبي يحفظ تلك الآيات، يحفظ تلك السور، وبالتالي يقوم بتعليم المسلمين لهذه الآيات التي نزلت عليه. الله سبحانه وتعالى أمر المسلمين بقراءة القرآن وترتيله بقوله: فاقرأوا ما تيسر منه، أي أنه اقرأوا ما استطعتم قراءته من القرآن. إنك شكت باستطاعتك تقرأ آية، آيتين، جزء، جزئين أو أكثر أو أقل، اقرأوا ما تيسر منه، واحرصوا لابد أن تكون القراءة بترتيل. معنى الترتيل يعني أنا تكون قراءتي بهدوء، مو بسرعة، حتى أفهم المعاني، أفهم الكلمات، وأتدبر في تلك الآيات والسور. الرسول هنا يقول خيركم، يعني أفضلكم، أحسنكم، هو اللي راح يتعلم القرآن، يعرف الأحكام القرآن، وبالتالي مو فقط هو يتعلمها وإنما يعلم الناس لتلك الأحكام، لتلك الآيات القرآنية. القرآن الكريم علمنا الأخلاق الفاضلة، دعانا إلى طلب العلم والمعرفة، دعانا إلى عبادة الله سبحانه وتعالى، التزام بأوامره، نهانا عن الكفر، عن الظلم، عن الجريمة، عن القتل وغيرها. فتعليمنا للقرآن مو فقط أنه أنا أتعلم القرآن، لا، لابد علي أن أطبق ما تعلمته من القرآن، أعمل بالوصايا التي قرأتها في القرآن حتى الله سبحانه وتعالى يرضى عني. كذلك نعلم الناس الذين لا يعرفونه، وإنما القراءة لا تكون فقط على مقتصرة على نفسي أنه أنا أتعلم وأعرف الأحكام وأطبقها وبقية الناس ما أعلم، لا، خيركم، أفضلكم، أحسنكم، واللي يتعلم القرآن الكريم يفهم أحكامه ويفهم السور والآيات وعلمه ويعلمه للناس الآخرين. هذا كل ما يخص الدرس لهذا اليوم، في أمان الله.